تكفى تعالوا نظر عيون مغليك حتى تعالوا. سلام عليكم، هلا بيار، اخباركم علومكم بشرون يعنيكم. طبعا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو ها طبعا اسك واسمي ناين، زبدة شو اسمه، اسأل واسمي تسعة، اوكي زبدة اطول بخش في الاسئلة، فابغى تفلسف ولا اي شيء. المهم نشوف طبعا يقول كيف اسالك، بالله تابع يعني تابعني في تويتر وانستغرام، راح انزل صورتين، واحده في انستغرام واحده في تويتر عشان تسالني. فتويتر مره يعني مره عيال، ما حد يجي لي تويتر يعني يسوي لي فولو، ترى والله العظيم يعني ما راح يعني شو اسمه ذا ياخذ من وقتك شيء، يعني سوي فولو له انت. الزبده نشوف السؤال الاول يقول لك ليش ما تصور روتك الكام؟ والله ودي اصور روتك الكام، بس لان انا ساكن يعني في امريكا، فاذا خشيت مع بارتي عرب يجيني انا لاك، اذا هم خشوا معايا ساعات يجيهم لاك ساعات ما يجيهم لاك، فما ادري قلت يمكن اسوي برايفت ماتش يعني، او الزبده يعني برايفت، لان برايفت اذا خشوا علي ما يجيني لاك. اوكي نشوف السؤال اللي بعده يقول لك وش الفرق بين امريكا والسعوديه من ناحيه الاسعار والحياه؟ والله من ناحيه الاسعار مره غالي، يعني بيبسي قيمته كم؟ قيمته 5 دولار 4 دولار، يعني حوالي 12 ريال، فيعني مره غالي من ناحيه الاسعار. والحياه والله الحياه مره كويسه، يعني مره كويسه الحياه. اوكي طيب السؤال اللي بعده، ليش تحب لحن؟ والله لحن انسان يعني واحد نعز اخوياي يعني من زمان، اعرفه من قبل تقريبا 3 سنوات، فيب انسان عزيز علي. اوكي السؤال اللي بعده، هل تشوف ان كود 9 بينتهي؟ والله كود 9 الأمانة تقدر تقول خلاص شبه بينتهي، يعني عطى ابو شو اسمه شهر بس، اول ما ينزل 6 نوفمبر ينزل بلاك اوبس 3 الناس كلها بتسحب عليه، انا متاكد يعني 100%. اوكي نشوف السؤال اللي بعده، ليه ما تدخل كرانات قويه؟ وش الكران اللي ودك تدخله؟ والله باذن الله يعني راح ادخل كلانات. اوكي ما حتكلج، اوكي كلانات قويه باذن الله، بس قاعد اضبط لي اب كلب قادح، فيب عشان اقدم على كلان يعني اجنبي، ما ابغى اقدم على عرب. فيب نشوف السؤال اللي بعده، هل راح نشوف في القناه العاب في سوني 4؟ والله باذن الله بحاول قد ما اقدر اني يعني شو اسمه اشتري سوني 4 وش اسمه يعني، وبتشوفوا العاب بلاك اوبس 3 ومع عيال ومع عليكم. طيب السؤال اللي بعد، تحبني ولا تحب كول؟ يا اخي انت سامج اكيد احبك حمزة. والله احبك انت وكول. اوكي السؤال اللي بعده، هل تتوقع الكوميونتي العربي راح يتطور ولا لا؟ والله انا للامانه اشوفه الحين متطور يعني شويه، بس باقي العالم بعدها حاجه يخف شويه الحقد، والله امورنا مره تكون كويسه. اوكي السؤال اللي بعده، وش افضل كلان اجنبي عندك؟ اخوك ماجيكسي. والله ما يعني في كلانات كثيره، ما اقدر اقول لك كلان واخلي كلان، في كلان من ناحيه ايديت مره خالع، في كلان من ناحيه ايديت وبلاير، يعني ما اقدر احدد لك، في كلانات والله مره كويسه. فيب طيب السؤال اللي بعده، لو قالوا لك اختار جزء من اجزاء كود تشيل منها الهاكات، والله بختار شو اسمه يعني كود 9، لان الامانه كود 9 يعني افضل جزء عجبني يعني حق تريك هو كود 6، فيب هذه افضل جزئين يعني لو قالوا لي بيشيلوا الهاكات ابى اختارها. اوكي السؤال اللي بعده، من افضل لاعب عربي بالنسبه لك؟ والله ما ابغى اقول عشان لا حد يجي يشطح في الكومنت، انت تعز هذا انت ما تحب هذا، ف والله ناس كثير يعني مره يعني لعبهم مره كويس. اوكي السؤال اللي بعده، كم عمرك؟ وقول سكارز اكبر من خقه. والله عمري 19 سنه يا بعد قلبي، وانت اكبر من ابو الخقه يا شيخ. اوكي السؤال اللي بعده، ليه ما تنزلون مقاطع في قناه الكلان؟ يعني احس اختفى ما صار له وجود، تقفل هو ولا لا؟ يب كلاني اللي هو ميك 7 قفلت انا، ليه ما ادري ايش، انا الصراحه قاعد اتعب يعني اتعب على الكلان واصرف يعني من ناحيه ماديه يعني على الكلان وزي كذا، ما في ذاك البلاير ولا، فقلت يعني خلاص ليه ما اقفل انا واحاول اني يعني اخش كلانات اجنبيه، فيب فقفلت الكلان. اوكي السؤال اللي بعده، وش مسكتك كلاو ولا اكستريم كلاو؟ مسكتي كلاو، وان شاء الله باذن الله بحاول امسك اكستريم. اوكي السؤال اللي بعده، هل بتترك تريك تاريخا منك ومن هذا؟ يقول انه بتترك تريك، والله ما اتوقع اني اتركه، لانه الصراحه شيء مره يعني كيف اقول لكم، شيء مره يعني احبه ما اقدر اتركه. اوكي السؤال اللي بعده، عمرك تهاوشت مع بنت؟ لا والله الحمد لله ما قد تهاوشت مع بنت. السؤال الاخير يقول لك، ايش نوع جوالك؟ نوع جوالي ايفون 6 بلس،
مو اجدد شيء، لا 6 بلس العادي. اوكي على كذا انتهت الاسئله. اتمنى يعني دار لنا اسئله مره يعني شويه، بس لان انتم ما تدرون كيف تسالوني زي كذا. طبعا زي ما تشوفون هنا تويتر حقي وانستغرام، بالله يعني طلبتكم، يعني تويتر عندي بس 200 متابع وانستغرام عندي 19000. والله مره يعني حرام يعني تويتر على الاقل روحوا وصلوني 500 ريال يعني. حاول تسوي ريتويت نشر، ما عليكم يعني تضبطوني عشان يعني يكون تفاعل، واللي يبغى اي شيء دعم اي حاجه يجيني بس تويتر لانه موجود 24 ساعه. فيب هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى ما تنسى اللايك وسبسكرايب حركات كويس. كان معكم محمد ابو اسمي، ويلا سي يو.